احنا شرحنا الدرس معاكو، طب ما تيجي نحل تمارين اضافية. ايوة انا عرضت معاكو حليتوا تمارين، انتوا دلوقتي هتحلوا التمارين دلوقتي. انا بوزع عليكم الورق او موجود في الكتاب تحلوا التمارين، بس بعد ما نحل التمارين هقعد احلها معاكو وكل واحد يشوف الاجابة بتاعته صحيحة ام خاطئة. بس احب اذكرك بحاجة، انتوا فاكرين ولا مش فاكرينها؟ قال لك هنا ايه؟ ريممبر، انا عندي في حاجة اسمها يونت 10 100 1000، ديت اللي بنسميها الكومن، كومن نمبرز او كاردينال نمبرز، اللي هي الارقام العادية. هذا اليونت 10 100 1000، وممكن لها تكملة هناخدها فيما بعد. ويجي افرض بقى كان في حاجة اسمها الديسمال بوينت، كل الكلام ده شرحته. الديسمال بوينت بيجي بعدها يقولنا ايه؟ تنز. خلي بالنا من حاجة اسمها ايه هنا؟ تنز. وممكن تكتب 1 ديسمال، او ممكن تتعمل 1 اوفر 100 او 0.1. يعني لما يطلب الابروكسيميشن او ابروكسيميتنج فور اقول لك تنز ممكن، او اقول لك 1 ديسمال ممكن، او 1 اوفر 10 او 0.1، كلها سؤال بمعنى واحد. بعد التنز في ايه؟ هاندردز، او ممكن تبقى اسمها تو ديسمال، اللي هي اهي تو ديسمال. يعني ايه؟ ادي الديسمال لو احنا ملاحظين، وفي هنا ايه؟ 1 ديسمال رقم عشري واحد، هنا 2 ديسمال الزيرو وال1، وفي بعد كده الايه؟ 1000، او يقول لي عليها 3 ديسمالز اللي تبقى بهذا الشكل 1 اوفر 1000 اور 0.001. دول كام؟ 3. كام نمبر؟ 3. السؤال هيجي وهنشوف الاسئله، بس بفكرك انا قبل ما ابدا حل التمارين. وبعد ال 1000 في ايه؟ في 10000 اللي هي 4 ديسمالز، اللي هي ممكن تكون ايه يا مستر؟ ال 1 ها اوفر كام؟ 100040 اهي، او ممكن تبقى 0 بوينت كام؟ 0 بقى 1 2 3 1، باي شكل من الاشكال. فهمنا؟ يبقى دول اللي هم اسمهم ايه بقى؟ الكومن نمبرز او كاردينال نمبرز. ممكن لغايه هنا نكتفي، لكن ممكن يبقى الرقم فيه ديسمال. ديسمال يعني ارقام عشريه اللي احنا شايفينها كده، ادي هنا ده الكومن نمبرز 5762، ده اليونت، ده التن، ده الهندرد، ده الساوزن، دي كلها اللي هي الايه؟ الكومن نمبرز او الكاردينال نمبرز. ويبقى ممكن يبقى في ديسمال، يبقى في تنز وان ديسمال، في تو ديسمالز، في ثري ديسمالز، في فور ديسمال. ما تيجي نحل تمرين كده بقى مع بعض، ما عملنا المراجعة السريعة في مجموعة تمارين. هنا بقول ايه؟ ابروكسيميت. كلمة ابروكسيميت اسمها ايه؟ ابروكسيميت. المصيبة ان في طلاب بيبقوا يحلوا الاسئلة مش عارفين السؤال معناه ايه. ابروكسيميت يعني تقريب، نقرب يعني بنزود او ننقص. ابروكسيميت each of the following numbers، كل رقم من دول ها to the nearest hundreds. وانا بحاول اشرح اصلا مش للطالب بس، لولي الامر والام اللي تقعد تذاكر مع ابنها. يلا وهي هتفهم معانا الماس ان شاء الله. بقول هنا 76 هنا ديسمال، ده البوينتا 514، هو عايز هنا ايه؟ نيرست هاندرز. واحد بقول لي يا مستر العلامة دي ايه؟ العلامة دي كده وعليها كده، معناها ابروكسيميت تقريب. اسمها ايه بقى؟ مش ايكوال، بتقول تقريبا بتساوي. طب لما هو عايز هنا فور ايه؟ هاندرز. افكرك بحاجة، احنا قلنا بعد الديسمال ما بيبقى فيه ديسمال، ها تنز هاندردز ساوزن. هو عايز هنا الايه؟ لو قال لي هاندردز اللي هو مطلوب هنا، وكان ممكن يقول لي تو ديسمالز بدل كلمة هاندردز، وكان ممكن يقول لي 0.01 مكان هاندردز، او ممكن يقول لي 1 اوفر 100 مكان هاندردز. اذا باي وسيلة الطريقة واحدة. فانا بعمل ايه؟ تعالوا كده مع بعض نمسك هنا الايه المسألة. ادي نمسك بعد الديسمال دوت كده ايه؟ تنز. هو عايز هنا التنز؟ لا ده عايز يبقى نروح الهندرز ونعمل عليها دايرة كده، وبعدين الهندرد دي تبص للي بعديها وتسألها سؤال قلته لكم قبل ده. كان يو جيف مي وان، ممكن تسلفيني واحد؟ واحنا قلنا النمبرز اهي بعملها لك اهي، النمبرز في ويك
فاكرينها ولا نسيت؟ ويك يعني ضعيفة، وفي سترونج، سترونج يعني ايه؟ قوي. الويك ده من زيرو و1 و2 و3، عمال اقول كله ده اتشرح، عشان كده حاول تسمع الشرح قبل كده. والايه والفور، السترونج بقى الفايف والسكس لغاية الناين. فالرقم الفور دوت ويك ولا سترونج؟ لا ده ويك يا مستر، يبقى ما يديش. يبقى الاجابة كده 7 6، ده 76 ديسمال اللي هي البوينت بتاعتي، 5 وال1 تفضل غلبانه زي ما هي. خلصت المساله. طب بصوا نمبر بي 52 608، برضه بقول لي نيرست ايه؟ نيرست ايه؟ عمال 100. نيجي عند بعد الديسمال دي ايه؟ تنز. ال 100 فين؟ اهي دي ال 100 يا مستر. ال 100 وقفت غلبانه، راحت للي جنبها على اليمين على الرايت الايت، بتقول لها كان يو جيف، مين اللي بيتكلم؟ الزيرو بيكلم مين؟ الايت. بقول له كان يو جيف مي 1، عايز واحد بس. الايت قال له انا سترونج، انا قوي، اعطيك واحد، ايه المشكله؟ يقوم هو يمشي ويعطيه واحد، هتبقى 52 بوينت. ادي السكس والزيرو ده اخد ايه بقى؟ 1. خلصت المسألة. كل واحد راجع كده في شوف الكشكول بتاعه والكراسة اللي كان بيحل فيها دلوقتي، خليكم معايا هنا. تعال بقى بنشوف دي كده، برضو عايز نيرست ايه؟ 100. بنروح عند الديسمال، ادي الديسمال دي ايه؟ 10. لا مش عايزينك 100، ايوه احنا عايزين 100 الرقم الثاني التو. التو برضو هتروح تسأل الفايف كان يو جيف مي، الفايف قالت لها اي ام سترونج، انا قوية جدا، اديك ما اديكيش ليه؟ يبقى الوان زي ما هو، ده الرقم الكومن زي ما هو، السيفن الفايف بوينت سري. طب والتو ديان؟ قال لك ولا حاجة، هتبقى سري لانها اخدت الوان من الايه؟ من الفايف. طب تعالوا هنا 21 بوينت ايه؟ ها ايه تو؟ فين اللي احنا عايزين نحدد فين الهندرز؟ فين الهندرز؟ هل الهندرز الات؟ لا يا مستر، ده التنز. هل الهندرز هي الفايف؟ لا يا مستر، ده دي الساوزن. امال الهندرد تاني رقم بعد الديسمال، تاني رقم بعد الديسمال. تعال التو هتروح تسأل اللي جنبيها كان يو جيف مي وان، لو سمحتي انا ضعيفة ما باكلش تديني وان. قالت لها ايوه انا قوية بديكي، هتبقى ايه بقى؟ 21. وادي البوينت 8 زي ما هي، ادي ال 8 اهي، وبعدين ال 2 دي اخدت 1 من ال 5 بقت كام؟ 3. طب ال 5 ودي بيمشوا ليه؟ لان هو عايز نيرست 100، لا اقرب رقمين، عايز رقمين، يعني عايز الديسمال ورقمين ما نزودش، لو في حاجه تانية كتير نشطبها. 52 بوينت برضو عايز نيرست ايه؟ 100. فين ال 100؟ ال 2 يا مستر، هي ال 100 اهي. هتسال ال 4 كان يو جيف مي، الفور بقى عيانه وتعبانه ما بتاكلش، نعمل لها ايه؟ ما انتوا لازم تاكلوا. ها هتروح بقى للتو تقول لها انا اسفه مش هقدر اديكي، فتنزل ال 52 اهي البوينت، ال 1 التو تفضل زي ما هي. امال الفور والايت يتحذفوا؟ لان احنا عايزين، ها عايزين ايه؟ نيرست هاندردز، يعني الرقم بعد الديسمال ما يزودوش عن رقمين. في بس حاجات اجيب لكم فكره انا وانتوا تحلوا المسائل اللي زيها. طب تعالوا شوفوا دي كده 0 بوينت، هل ينفع نحولها؟ اه يا مستر تنفع برضه، ما دي عادي، دي زي المسائل العاديه. فين الديسمال هنا؟ الديسمال، الديسمال ادي الديسمال وادي التنز هاندردز، يبقى ادي ال 3. ال 3 تسال ال 7 كان يو جيف، قالت لها اديك، وتبقى الزيرو زي ما هي بوينت، وال 7 وطبعا ال 7 اعطت ل 3 بقت 4. نقول تاني، انا عايز مساله مختلفه شويه بقى يا مستر، ما تيجوا نحل المساله دي. هل ينفع ده فراكشن؟ يعني ايه فراكشن؟ فراكشن يعني كسر، اللي هو الديمونيتور وبسط ومقام، هنيجي الدرس الجاي التاني كله على الفراكشن. قال لك ما ينفعش، بس في تحت ايه هنا؟ هما كام زيرو؟ كام زيرو دول؟ كام زيرو دول؟ 3. يبقى الرقم ده نكتبه زي ما هو كده الاول، شايفين؟ 5 6 8 5. عد بقى 1 2 3 ادي اهي من الرايت 1 2 3 ونحط هنا الديسمال. فهمنا لازم نحوله لف ايه؟ لديسمالز نمبر، لان الفراكشن ما ينفعش. طيب هنا فين هنا التنز؟ ما احنا عايزين، عمال اقول نيرست هاند، فين يا جماعه؟ فين؟ خليكم معايا، ادي التنز هي مستر، هتروح مع انها سمينه وحلوه ومتغذيه، برضه راحت للفايف كان يو جيف مي 1،
ممكن تسلفيني تديني واحد الفايف؟ قالت لها عادي اديك انا قويه. يبقى الايد دي هتبقى ايه؟ 9. يبقى المساله دي بقى هتبقى ايه؟ 5.69. والفايف تتحذف لان احنا عايزين تو نيرست رقمين بس، فهمنا؟ يبقى لما يبقى في فراكشن لازم نحوله الى ديسمال الاول. طيب هنا المساله ديت 2 1 اوفر 8، ركزوا بقى معايا. قلت لكم، قلتها لكم وهرجعكم ليها افكركم بيها. اي مساله فراكشن الرقم ده نشوفه لازم الرقم اللي تحت يا اما يكون 10 يا اما يكون 100 يا اما يكون 1000 يا اما لازم يكون ارقام كلها اصفار. واحد يقول لي طب الايت يا مستر اعمل فيها؟ هفكرك بحاجه دلوقتي، بصوا معايا. شرحته قبل كده بالتفصيل، شايفين هنا؟ فاكرين الكلام ده؟ قلنا لو في عندي فراكشن يعني بسط مقام، بصوا معايا هنا، لو في 2 نعمل لها ملتبلاي باي كام؟ 5 عشان تبقى 10. ولو هي 20 برضه باي 5 تديني 10. يعني لازم الرقم اللي تحت نحوله الى 10 او 100 او 1000. طيب افرض هي بقى مش 2 كانت 5 تحت، نعمل لها باي 2. لو هي 2 باي 5، لو هي 5 يبقى باي 2. طيب لو هي 20، لا اسف، لو هي 4، لو هي 4 يبقى باي 25، لان ال 4 باي 25 تبقى 100. طب لو هي 25 بنعمل لها باي ايه؟ 4. طب لو هي 8، المساله بتاعتنا لو في 8 تحت يبقى باي 125، ولازم اضرب اللي فوق زيه عشان 125 باي 8 ب 1000. يبقى المسألة نرجع لها تاني، هي الحتة دي اللي تهمني، بس الصفحة ديت مهمة، اللي هي هاو تو كونفيرت فورم، هاو تو كونفيرت، هي مش فورم، هي المفروض فروم فراكشن تو ديسمال، ازاي نحول؟ طب ما تيجي نشوف المسألة، مش هي دي المسألة بتاعتي؟ أهي، إحنا قلنا تو أو الإيد دي ما تنفعش، طب الإيد دي نحولها ينفع 10؟ قال لي ما أنفعش، 100 لأ، يبقى قلنا الإيد واللي فوق، اللي فوق تضرب في 125، وبرضه الإيد هنضربها في 125، هو ليه نضربها يا مستر في 125؟ عشان تتحول إلى إيه؟ إيكوال تو، التو اللي هنا دي زي ما هي، ونعمل هنا إيه؟ الكسر أهو. وهنا 1 في 125 اللي تحت بقى هيكون ايه؟ ها 1000 عشان ال 8 باي 120 احفظها عند، يبقى ايكوال ايه بقى؟ انا هعملها لك تحت كده عشان تبقى باينه، ادي 2 زي ما هي، وبعدين نعمل بوينت. هما دول كام رقم هنا؟ نكتبهم 1 2 8. هنا كام زيرو؟ 1 2 0 1 2، يبقى الديسمال تتحط في النقطة دي. هو عايز بعد كده نيرست ايه؟ 100. فين هنا ال 100 2؟ هتروح لل 8 كان يو جيف مي 1؟ قالت لها اعطيك ال 1، يبقى 2 بوينت او الديسمال 1، وال 2 دي بقت كام؟ 3. طب وال 8 احذفها لانه عايز 2 ديسمال، 2 ديسمال. تعرفوا تحلوا بقية المسائل؟ دي نفس الفكرة بس 200 نعملها باي كام؟ باي 2، ودي تضربها في باي 2 عشان يبقى دي تحت كام؟ ها ال 200 اسف باي 5، ايوه ارجع ليها. طب ال 250 هنعمل لها باي كام؟ ها باي 4 عشان تديني ايه؟ 1000. حد فاهم حاجه؟ اتفضلوا بقى حلوا انتوا بقيه التمارين، وهنراجع مع بعض ونبدأ نكمل تسجيل التمارين معاكم في الحصة.